السلام عليكم، أنا أيمن صلاح، خريج كلية الحاسبات ومعلومات جامعة أسيوط دفعة 2018، حاليا شغال سوفت وير انجينير في أمازون يو كي، وقبلها اشتغلت في مصر لمدة سنة ونص في انكورتا از سوفت وير انجينير برضو. إن شاء الله في التوك دي هتكلم معاكم شوية على الباك جراوند بتاعتي والاكسبيرينس اللي مريت بيها خلال الفترة اللي فاتت، لعل وعسى تكون تجربة مفيدة ليكم وبعض الناس ممكن تاخدها حافز ليها إن هي تحقق حاجة كويسة. و بالتحديد هتكلم على هركز شويه على الكومبتيتيف بروجرامينج اكسبيرينس بتاعتي وازاي فادتني على مستوى الشخصي وعلى مستوى الكارير، وليه انصح الناس ان هي تنفست وقت في النوع ده من المسابقات، وهوضح بعض المعتقدات الخاطئه او الاكسبكتيشنز اللي الناس بتحطها من ورا الكومبتيتيف بروجرامينج في العموم، بالذات الناس اللي هي بتخش النوع ده مسابقات في البدايه. ففي مسكونسبشن كده يعني ما بين الكومبتيتيف بروجرامينج والبروبلم سولفينج سكيلز اللي مطلوبه منك از سوفت وير انجينير علشان تبقى شخص برودكتيف في المجال وتحقق وتبني كارير كويس. فهتكلم برضو على النقطة دي، وبعدين هتكلم على الـ ICBC أسيوط كوميونيتي وإزاي الـ success story بتاعتها بتأثر على سمعة خريجين الكلية بالتحديد، وإزاي بتفتح لك فرص بشكل مباشر أو غير مباشر أنت ما بتبقاش واخد بالك منها. بس هتكلم شوية على مدى نجاح الكوميونيتي حالياً بعد تقريبا 7 8 سنين، وازاي ده بيجذب انتباه الشركات لخريجين كلية حاسبات ومعلومات عن قبل كده. اتمنى تكون توك مفيدة والناس ما تزهقش مني في خلال الكام دقيقة الجايين دول. فان شاء الله يعني خلينا نبدأ كده بأول حاجة الباك جراوند والاكسبيرينس بتاعتي، مش هطول كتير فيها بس هحاول كده اسلط بعض الضوء على الحاجات اللي انا كنت بركز عليها في خلال فترتي في الكليه. الحاجه بس اللي انا عايز ابتدي بيها ازاي رسمت الطريق اللي انا همشي فيه، ايه طريقه تفكيري لما بدات دخلت الكليه، ايه الحاجه اللي انا ابتديت ادور عليها بحيث خلتني امشي في الطريق اللي انا هكمل فيه في خلال فترتي كطالب. في البدايه أنا لما دخلت الكلية ابتديت بقى خلاص في خلال أول سنة ابتديت أدور على إيه آخرة المجال ده، الناس اللي بتخش المجال ده بتحقق إيه نجاحات مثلاً، ابتديت بقى أدور على success stories ونماذج من مصر، الناس دي بقى لها فترة في المجال وحققت حاجات كويسة، اشتغلت مثلاً في شركة كبيرة، عملت انجاز كويس بتاع. فابتدي بقى اشوف الهيستوري بتاعتهم، اشوف لو هم مثلا بيقولوا الستوري بتاعتهم في حته، فابتدي اخش اشوف الناس دي عملت ايه وبتاع. وكنت انترستنج جدا اعرف انا دلوقتي خلاص انا دخلت، ربنا كرمني ودخلت كليه حاسبات ومعلومات، انا بقى ايه الاكسبكتيشنز مني بعد 4 سنين لما اتخرج؟ هنا بقى النقطة الفارقة في التفكير، هنا أنا بدور من وأنا في سنة أولى كلية إيه الإكسبكتيشنز مني بعد 4 سنين علشان يتقال عليا أنا جود كواليتي سوفت وير إنجينير. خلاص؟ فابتديت أدور من هذا المنطلق، ابتديت أشوف نماذج دي كانت بتركز عليا إيه، المسارات المختلفة اللي مشيت فيها والنصايح بتاعتهم والحاجات دي كنت بحطها في دماغي. وبعد حبة ريسيرش لقيت في اغلب الناس بتنصح نصيحه مشتركه، وهي انت كطالب لازم تركز على الكور فاندامنتالز بتاعه الكمبيوتر ساينس، لان دي كل ما بتتمكن منها، كل ما بتتمكن من الاساسيات بشكل كبير جدا، كل ما هتساعدك انك تكبر بشكل احسن، كل ما هتساعدك انك تلاقي فرص احسن وهكذا. فايه الحاجات بقى الاساسيات اللي الناس كلها كانت بتنصح بيها او الناس كانت دايما بتركز على اتعلم دي اتعلم دي اتعلم دي، وهي النولج بتاعتك في الالجوريثمز والديتا ستراكشرز وتنمي مهارات البروبلم سولفينج عندك. هي دي الحاجات اللي السوفت وير انجينير
لازم يكون عنده النوع ده من السكيلز علشان يقدر يشتغل على بروجكتس تشالنجينج، ويقدر ان هو ياتراكت الانظار ليه. طيب خلاص، انا عرفت دلوقتي الناس كلها خلاص قالت ان انا محتاج ابقى كويس في الحاجه دي. خلاص طبعا ما عنديش فكره ايه الالجوريزمز والداتا ستراكشرز ولا بروبلم سولف. طيب انمي نفسه ايه الطرق بقى اللي انا انمي بيها الالجوريزم والداتا ستراكشرز والبروبلم سولفنج سكيلز؟ ابتديت بقى ادور على ابتديت بقى اشوف زي ما انا قلت الناس الاكسبيرينس، الناس اللي وصلت لحاجه بقى ايه المسارات اللي مشيت فيها علشان تنمي المهاره دي عندها. فيعني لقيت من ضمن المسارات، من ضمنها اني في نوعيه مسابقات معينه بتنمي فيك المهاره دي، مهاره البروبلم سولفينج، وبتقوي النولج عندك في داتا ستراكشرز والالجوريزمز بشكل كبير جدا. وبما يعني ولما انت بتشارك في النوع ده من المسابقات وبتعمل فيه حاجه كويسه وبتنفست فيها وقت كويس وفعلا بتحاول تفهم الالجوريزمز والداتا ستراكشر، كل الالجوريزم والداتا ستراكشر مش بس انا بفهمه كثيوري، مش بقراه على ورق او كده، لا ده انا بطبق بيه، بحاول اكتشف مشاكل جديده، بحاول اشوف ايه المشاكل اللي بيحلها والحاجات اللي ما يقدرش يحلها، ازاي لو انا بحل بروبلم ازاي اختار الحاجه المناسبه للبروبلم اللي انا بحلها دي. ففي ال 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 زي ما قلت كده خلاص وصلت للاستنتاج ده، ان انا دي احد المسارات اللي انا ممكن امشي فيها علشان انمي مهارات البروبلم سولفنج سكيلز وهكذا. طيب ابتدي بقى اشوف ايه المسابقات. لقيت واحده من اشهر المسابقات هي الاس ام ار سي بي سي، ودي طبعا موجوده عندنا في مصر من زمان وبتاع، وفي جامعات كتيره جدا عندها كوميونيتيز وبيتدربوا مع بعض وهكذا وبيوصلوا للورلد فاينلز وكده. فابتديت ادور على نفس الكلام ده بيتعمل عندنا في الكليه، ما لقيتش ناس كتير قوي اوير بالنوع ده من السكيلز، ودي كانت مشكله بالنسبه لي، اني كده هعمل ايفورت زياده عن الناس الثانيه علشان الاحق الاساسيات اللي هبني عليها بعد كده ايه طريقه تفكيري وتدريب بتاعي وهكذا. فالمهم يعني اختصارا للوقت علشان ما اطولش في التوك كتير، انتهى بنا الامر ان احنا ابتدينا ان نحاول نجوين التريننجز اللي بتحصل في كان رب يعني طبعا قبل كده يعني ربنا كرمني بصحبه صالحه حسين ابراهيم ومحمد عماد، ابتدينا بقى خلاص ناخد بايد بعض ونساعد بعض ونبتدي ندور على التريننجز بتاعت الجامعات الثانيه زي عين شمس والجي يو سي وجامعه اسكندريه والكلام ده، ابتدينا ان احنا ناخد نحاول نخش التريننجز بتاعتهم اونلاين، لو في حد فينا بيقدر يسافر يروح يحضر السيشنز اللي بتتعمل هناك وهكذا. ف وخلاص دخلنا مسابقه اول سنه وهكذا، وفعلا اكتشفنا مشكله عندنا في الكليه ان ازاي حاجه مهمه جدا 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 السكيل دي مفيش ناس كتير بتهتم بيها عندنا في الكليه. فابتدينا ما كناش عايزين الموضوع ينتهي بينا، اللي هو خلاص احنا عرفنا ان دي حاجه مهمه مثلا فخلاص، وناس كتير ما في الكليه ما بتعرفش حاجه او مش متخيله كم اهميه الحاجه دي، ومفيش حد مثلا قال لهم كده او مفيش حد كان بيستريس على الموضوع ده وفعلا بيحاول يخليهم يركزوا على الموضوع ده في الكليه. ف ما حبناش الموضوع ينتهي بان 3 4 او 5 6 ايا كان العدد، ينتهي الامر ان احنا خرجنا خلاص الموضوع ينتهي والسايكل بقى تبتدي من اول وجديد، بقى نستنى لما حد يكتشف حاجه زي كده وفعلا يحط الموضوع في دماغه ويحاول يجيب يتعلم من هنا ويتعلم من هنا وهكذا. ف خلاص قلنا خلاص احنا قررنا ان احنا اولا حطينا جول لنفسنا ان احنا عايزين نبني كوميونتي قويه جدا 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 في الجامعه، بحيث ان هي تساعد الطلبه ان هي يبقى في يعني ايه مرجعيه كده، لو حد عايز يمشي في المسار ده يبقى في ناس معاه في الجامعه كوميونتي تساعده وتدي له دعم بقى تكنيكال ودعم معنوي، لان الموضوع طبعا بيخش فيه حاجات كتير. بس يعني باختصارا خدنا بقى ايه الانيشيتيف ان احنا نبني الكوميونتي دي،
ويعني فاست فورورد كده الحمد لله وفضل من ربنا الكوميونتي بعد 7 8 سنين حققنا هدفنا اللي احنا حطيناه في الاول، اللي احنا في يوم من الايام هنوصل اي سي بي سي وورلد فاينلز سواء احنا او سواء جيل من الاجيال اللي هتيجي بعدين. فالحمد لله السنه اللي فاتت اتاهل من الكوميونتي لاول مره في تاريخ الاي سي بي سي ان احنا نجيب جولد ميدل اولا في البطوله العربيه والافريقيه للمسابقه، وبعد كده اتأهلنا طبعا للورلد فاينلز لأول مرة، وده إنجاز كبير جدا جدا جدا. فدي السكسس ستوري بتاعت الكوميونتي وبالذات في الكومبيتيتيف بروجرامينج المسار ده. فازاي ده بقى بيأثر عليك انت كخريج كليه حاسبات ومعلومات جامعه اسيوط بالتحديد، او انت كطالب كليه حاسبات ومعلومات، ازاي ده بيأثر عليك وبيفتح لك فرص وبيخلي بيجذب الانتباه للشركات الثانيه. ف يعني على سبيل المثال وانس ان احنا تأهلنا في البطوله العربيه من البطوله العربيه الافريقيه للمسابقه العالميه، كل الشركات اللي كانت موجوده ساعتها ممثلين ليهم موجودين هناك ابتدى طبعا يسمعوا عن الخريجين بتوع جامعه اسيوط، وايه ده في ناس كويسه في اسيوط اهي، طب تبتدي بقى ايه نتكلم مع الناس، وبدون ذكر اسامي شركات بس شركات كبيره جدا 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 ابتدت ان هي تدي اهتمام اكبر لخريجين جامعه اسيوط، وان هم يبتدوا ان هم في الهيد كاونت ان هم يعني لما بييجوا هايروا حد يحطوا نسبه من يعني يتارجتوا كده ناس من جامعه اسيوط وياخدوهم عندهم. وده طبعا قبل كده طبعا كان في ناس كتير جدا، يعني انا مش بقول ان قبل كده ما كانش في ناس كويسه، بس كان في ناس كويسه، بس طبعا لما انت بتخش مسابقه كبيره بالحجم ده وناس كتيره جدا الانظار عليها، ف ده بيخليك في الصوره، بيخليك معروف، بيخليك معروف ان الكواليتي بتاعت الناس دي كويسه، في كوميونتي هناك محترم بيعمل تريننج محترم، فبالتالي نسبه ان نلاقي ناس كويسه هناك في الجامعه دي نسبه كبيره، فيبتدي ايه يجذب الانتباه. وده حتى لما بيأثر عليك انت لما تيجي تقدم في شركه ويشوفك من جامعه اسيوط، جامعه اسيوط ده انا لسه شايف ان هم كانوا في المسابقه الفلانيه عملوا انجاز كذا، طب يلا ندي مثلا ايه نهتم شويه بالكانديديت ده مثلا، على عكس مثلا جامعه ثانيه فممكن بيدوا اولويه ليها او كذا. انا بتكلم على الموضوع ده في مصر شويه، ده ممكن ابليكابل في مصر شويه، بره مصر الموضوع بيختلف شويه، بس طبعا الموضوع فرق كبير جدا كتير جدا، وابتدينا نشوف ناس من الطلبة عندنا بيقدروا يخشوا بقى في انترنشيبس في شركات كبيرة زي مايكروسوفت، وناس تخش اورنج والكلام ده، يعني واسامي كتيرة جدا من الشركات. بس ابتدينا نشوف الناس عندنا والشباب ابتدت الناس الشركات الكبيرة تبتدي تهتم وتديهم فرصة ان هم يخشوا الانترنشيبس دي على عكس المرات القديمة. فدي السكسس ستوري بتاعت اي سي بي سي كوميونتي والكلام ده. وانتقل بقى لمرحله، او هتكلم بقى على نقطه انا الحته بقى المسكونسبشن اللي حاصل ما بين الكومبيتيتيف بروجرامينج والبروبلم سولفنج سكيلز اللي مطلوبه منك از سوفت وير انجينير. في ناس كتير بتخلط الاثنين ببعض. مش معنى انك دخلت كومبيتيتيف بروجرامينج و اولا خلينا اوضح البروبلم سولفنج سكيلز هي المطلوبه منك از سوفت وير انجينير، هي سبست من البروبلم سولفنج سكيلز اللي مطلوبه يعني كشخص داخل بقى مسابقه وعايز يحقق فيها حاجه كبيره جدا. فما ينفعش يبقى دول ليهم نفس الاكسبكتيشنز. خلاص كونك دخلت مسابقه فده هيغطي حته البروبلم سولفنج وديتا ستراكشرز، بس انت كراجل سوفت وير انجينير لسه ستيل في متطلبات تانية كتير انت لازم تبقى وير بيها علشان تبقى يعني هو ده فيلد كبير جدا. اهم حاجه او من حاجات المهمه او من سكيلز المهمه البروبلم سولفنج داتا ستراكشر والالجوريزمز، وقلنا خلاص المسابقات هتغطيها بشكل كافي جدا واكبر من السكيلز المطلوبه منك في الكارير في العموم او في الاندستري اللي مطلوبه منك في الاندستري. ولكن في
اسبيكتس تانية وفي حاجات تانية انت لازم تبقى مهتم بيها كراجل كمبيوتر ساينس جرادويت، خلاص؟ زي مثلا الاوبريتنج سيستمز، لازم تبقى فاهم الاوبريتنج سيستمز، ودي حاجات مش هتتعرض لها في المسابقات. لازم تفهم ازاي تعمل ديزاين، ازاي تعمل اوبجكت اورينتد ديزاين، ازاي النتوركينج، البيزك نتوركينج شغال ازاي، الداتا بيز شغال ازاي. الحاجات دي انت مش هتتعرض لها في المسابقات، بس انت في الاخر هتتكلم هتشتغل ايه، هتشتغل سوفت وير انجينير. لازم تبقى فاهم الكونسبتس دي كويس جدا جدا جدا. فلازم تبقى مش بس فاهم بروبلم سولفنج، مش بس فاهم داتا ستراكشرز والجوريزم، ولكن في حاجات تانية لازم ايه تهتم بيها زي بقيه الفاندمنتالز بقى بتاعت المجال، خلاص؟ فبلاقي الناس بتخلط ما بين الامور، فاللي هي ايه، انا دخلت كومبيتيتيف بروجرامنج مثلا ومسابقه وبتاع ومثلا حققت فيها رانك كويس، ولكن انا بتخرج مثلا او باجي بقدم على انترفيوز، بعمل انترفيوز مثلا بلاقي ما بتقابلش مثلا او ما بعملش، فبيبتدي يربط ده بده او يبتدي يربط ان الكومبيتيتيف بروجرامنج مثلا ملهاش لازمه، او يبتدي يربط بقى اللي هو ايه، انا ضيعت وقت. ما ضيعش، لا انت ما ضيعتش وقت، انت نميت مهاره مهمه جدا جدا جدا، والمهاره دي في حد ذاتها محتاجه وقت منك ومجهود، ما بتتعملش في يوم وليله او 3 4 شهور. ده انت ده مايند سيت بتاعتك بالكامل بتتغير علشان تاكواير السكيل دي وتبتدي تتعلم حاجات جديده، بتبقى مور تشالنجينج اكتر على طريقه الحاجات المعتاده اللي انت بتتعلمها. فبالتالي انت خلاص الجزء ده بقى في ايدك، محتاج بقى ان بارلل يعني تهتم ببقيه الحاجات اللي بقى مطلوبه منك از سوفت وير انجينير، خلاص؟ فاتمنى العلاقه ما بين البروبلم سولفنج والكومبيتيتيف بروجرامينج والمتوقع منك از سوفت وير انجينير تكون وصلت كويس. و هرجع واقول انا بنصح كل الناس ان هي تنفست اكبر وقت ممكن في مسار المسابقات والكلام ده، لان ده اولا مش بس هيعلي البروبلم سولفنج سكيلز، مش بس هيعلي النولج عندك في الالجوريزمز داتا ستراكشرز، مش بس هيخليك ماسك الحته دي في ايدك، لا ده في حاجات تانية الناس اللي بتخش المسابقات ما بتاخدش بالها منها، حته الكونكشنز اللي انت بتطلع منها من المسابقات. الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا. الكوميونيكيشن اللي انت الكوميونيكيشن سكيلز اللي انت المفروض بتطلع منها من التيم وركينج، ازاي بتهندل الريسورسز ما بينك وبين التيم، ازاي الكلام ده كله مهم جدا في شغلنا. واهمها من المسابقات الكونكشنز بتطلع منها. انت لما بتخش مسابقه من دوله في جيل من جيلك، الجيل ده انت بتتعامل مع تقريبا احسن ناس في المجال بتاعك في الجيل بتاعك، خلاص؟ فلما تيجي انت تتخرج وهم يتخرجوا، هتلاقي ده اشتغل هنا وده اشتغل هنا وده اشتغل هنا في شركات كويسه جدا، او ماش دخل حقق نجاحات كويسه جدا. فبتدي ان انت من الكونكشنز اللي بتاعتك انت طالع منها من طالع بيها من المسابقات، تبتدي تفتح لك اوبورتيونيتيز، ويبتدي بقى ايه يقول لك طب خلي بالك ده في هنا اوبورتيونيتي فرانيه، طب تعالى اعمل لك ريفيرال، طب تعالى مش عارف ايه. يبتدي بقى هو بقى ايه يفتح لك ابواب من الكونكشنز اللي عندك الكتير دي. ودي حاجه من الحاجات اللي انا استفدت منها كتير جدا، يعني واحده من اكتر الحاجات اللي استفدت منها في مشاركاتي في المسابقات هي الكونكشنز. فده طبعا لما بيبقى في فرصه وهو مثلا شخص ده عارف مثلا ان الفلاني الفلاني ده كويس، فهروح لفلاني الفلاني ده الاول، هقول له على الفرصه دي قبل اي حد تاني. فطبعا الكونكشنز دي مهمه جدا 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 بالنسبه لك، انك كل ما بتزود الكونكشنز مع ناس كويسه وانت طالب، كل ما ده بيفتح لك فرص اكتر وبيسهل عليك الطريق لبعض الحاجات لما بتيجي تتخرج، او حتى في خلال فتره تجهيزك في الكليه. انا عارف ان اتكلمت بشكل كبير في جزئيه الكومبيتيتيف بروجرامنج والكوميونتي والكلام ده، بس طبعا انا كنت شايف ان هي في هدف من وراها لازم الناس تاخد بالها منها. ففي خلاصه القصه دي كلها، انت عندك دلوقتي اوبورتيونيتيز كتيره جدا 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 كويسه ما كانتش موجوده على ايامي، فاستغل الفرص دي. عندك كوميونتي محترم جدا، ناس كتيره جدا بتحاول، ناس جوه الكوميونتي فعلا عندها القدر الكافي من المسؤوليه، وان هي فعلا بتحب ان هي تعمل كده وشغوفه، وطبعا خبرات بقى المتراكمه على مستوى السبع ثمان سنين دول، ف طريقه التدريب بتتحسن، الحاجات بتتحسن. انا طبعا نسيت امنشن ان دلوقتي
واحده من السكسس ستوريز بتاعت جامعه اسيوط، ان بقت جامعه اسيوط الكوميونتي بتاعتها بقت مرجعيه بقت مرجعيه لكل الكوميونتيز الجديده اللي حابه تطلع، او حتى الكوميونتيز القديمه ابتدت تاخد الريسورسز والرود مابس بتاعتنا كمرجع ليهم، بحيث ان هم يستخدموها، لان الريسورسز دي مرت على مراحل ريفاينمنت وفيدباكس والكلام ده. ومش بس الموضوع ده، يعني مش بس الريسورسز دي بتستخدم في مصر بس، لا يعني لو الناس ما بتعرفش، في جامعات بره مصر بتعتمد بشكل كبير جدا على الريسورس بتاعت الكوميونتي. فانت عندك حاليا فرصه، انا كنت اتمنى ان هي تكون موجوده عندي على ايامي يعني في الكليه. فيا ريت يا ريت يا ريت الطلبه بالذات ما تفوتش الفرصه دي، تحاول تحتك بالتريننجز اللي بتحصل، تحاول تستفاد من الناس الموجوده عندك في الكليه، لان دي فرصه فعلا محترمه جدا جدا جدا. طيب ان شاء الله دلوقتي هنتقل للنقطه اللي بعد كده، وهي هجاوب على بعض الاسئله اللي اتبعتت لي منكم. اول سؤال هو: ايه نصيحتك لسينيور ستودنت ما كانش بيبراكتس بروبلم سولفينج وكان الوقت متاخر؟ طيب هرجع تاني وافكركم باللي كنا اتكلمنا عليه في الاول، وهو البروبلم سولفينج هنا ما ينفع، يعني ما يبقاش في كونفليكت بالبروبلم سولفينج اللي مطلوبه منك علشان تقدر تبتدي مثلا تجيت اوبورتيونيتيز كويسه وفعلا تبقى سوفت وير انجينير كويس، بغض النظر عن الانترفيوز او كده، وما بين البروبلم سولفينج اللي هي بتاعه الكومبيتيتيف بروجرامينج، وان انت يعني طبعا الموضوع ده بيبقى محتاج مجهود جبار جدا جدا من الشخص، علشان وممكن يقعد يعني اشهر وسنين علشان يقدر يوصل للمستوى اللي يقدر ينافس بيه ويجيب ميدلز مثلا ويحقق اشيفمنتس كويسه في المسابقات. ولكن مستوى البروبلم سولفنج اللي مطلوب منك از سوفت وير انجينير في مجال العمل، يعني بيبقى الموضوع ابسط من كده بكتير، مش مطالب اكتر من الاساسيات. فطبعا اول حاجه لو انت عندك مشكله في الداتا ستراكشرز والالجوريزمز مش فاهمهم كويس، بالذات الحاجات الستاندرد البيزكس اللي اي سوفت وير انجينير المفروض يبقى ملم بالحاجات دي، زي مثلا البيزك داتا ستراكشرز زي الاري والليستس بانواعها والتريز بانواعها والجراف ريبريزنتيشنز والتريد اوفس ما بينهم، وطبعا الستاكس والكيوز والهيبس والتراي داتا ستراكشر. يعني دي معظم داتا ستراكشرز اللي متعامل بيها دايما في شغلنا، فما ينفعش ان انت ما تكونش فاهم كويس قوي الداتا ستراكشرز دي، بتعرف تتعامل معاها والمشاكل اللي بتحلها والعيوب والمزايا بتاعت كل واحده، بالاضافه طبعا الالجوريزمز، طبعا الحاجات البيزكس اللي هي السيرشنج الجوريزمز طبعا بانواعه، اللي هو الكومبليت سيرش والباك تراكنج والباينري سيرش بانواعه. وطبعا لما الباك تراكنج طبعا لازم تكون بقى فاهم البروجرامنج فاندمنتالز بقى، حاجات زي الريكيرجن والكلام ده مفترض ان انت تكون فاهمه كويس عشان تقدر ان انت تتاكل بروبلمز من النوع ده. الجراف الجوريزمز زي الديف اس والبيف اس، تبقى عارف ايه الفروقات ما بينهم، الكومبلكسيتي بتاعتهم. بعد كمان لو انت يعني بالذات لو بتتكلم في انترفيوز، ممكن تلاقي بعض الديناميك بروجرامينج كويستشنز بتبقى حاجات سهله ستاندرد، بس يعني تبقى حاجه كويسه جدا لو انت فاهم الديناميك بروجرامينج دي، برضو من الالجوريزمز او problem solving techniques، يعني مش algorithm، problem solving techniques مهمة جدا تكون فاهمها يعني. فدي يعني معظم الحاجات اللي المفروض، يعني لو عندك مشكلة في الحاجات دي تراجع عليها الأول تفهمها كويس، وبعدين بقى تبتدي ايه تحل وتبراكتس على نوعية البروبلمز اللي بتتسأل في الانترفيوز. فطبعا عندك ليد كود من المواقع الجميلة جدا انك تبراكتس عليها، تبتدي بقى تحل ايزي بروبلمز هتلاقيها بسيطة، او ممكن تستراجل شوية في البداية، ولكن ما يعني محدش، يعني لو لقيت الموضوع في البداية تقيل فده طبيعي، محدش يحبط او كده، ده طبيعي جدا. انت زي ما قلت، هي البروبلم سولفينج مايند سيت في حد ذاتها بتاخد فترة لحد ما تأدبت على النوع ده من التفكير،
ونوع ده من حل المشاكل، فده طبيعي هياخد وقت منك شوية، اصبر على نفسك، حاول وعافر واستعين بهنس من ناس تانية عندها خبرة أكتر منك، بحيث برضو إن هي ما تقعدش مثلا ساعتين تلاتة أربعة عمال تستراجل في مسألة ومش عارف تبروجرس. لأ يعني إيه، ما تحاولش إن أنت تقعد كتير قوي بتفكر في مسألة وواقف ومتكتف ومش عارف يعني روح على طول اسأل حد، روح شوف الارتكلز والسولوشنز بتاعت الناس التانية، اتعلم منها وهكذا، شوف افكار. حتى لما تيجي تحل مسألة وبتاع اكسبتد، لازم تشوف طريقة الناس التانية عاملة ازاي، لان ممكن تلاقي طريقة احسن، حاجة انت مش واخد بالك منها، التايم كومبلكستي احسن، الميموري. طبعا من الحاجات المهمة اللي انت لازم تاخد بالك منها ان انت ازاي تعرف طبعا تعمل اناليسز للكود اللي انت كتبته كميموري و يعني كسبيس وتايم كومبلكستي وهكذا. يعني طبعا من الحاجات الظريفه جدا ان انت تعملها، يعني دي نصيحه ان جنرال، ان انت تبتدي بقى تعمل موك انترفيوز في موقع اسمه برامب دوت كوم، بي ار اي ام بي دوت كوم. ده بيتوح لك ان انت تخش تعمل موك انترفيو، يعني يعني في حد تاني على الكوكب يعني بيدور على حد يعمل معاه انترفيو ويديله فيدباك ويقول له ايه الاخطاء اللي عملها، ايه الحاجات الكويسه اللي يركز عليها، فبيعملك ماتشنج ما بينك يعني انت وحد تاني، وتعملوا انترفيوز مع بعض، وانت تعمله انترفيو وتديله فيدباك، وهو يعملك انترفيو ويديلك فيدباك. وطبعا دي فرصه كويسه جدا 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 تحسن الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك وتتدرب عليها، لان الكوميونيكيشن سكيلز مهمه جدا، اولا مش بس في الانترفيوز ولكن في طبيعه الشغل. انت لو انت ما بتعرفش تكوميونيكيت كويس مع التيم ميتس بتوعك، فدي مشكله، لان هو شغلنا كله او يومنا يعني بيعتبر ان انت في مشاكل بتحاول ان انت توجد لها حل، وبتاع كده بتطرح الحل بتاعك ده وتكوميونيكيت بقى مع الشخص اللي او التيم ميت بتاعك، وتحاول تطرح عليه الافكار اللي بتدور في دماغك، وهو بقى بيديلك فيدباك، او انتوا تقعدوا تعملوا برين ستورمنج على حل مشكله مع بعض. فالكوميونيكيشن سكيلز مهمه جدا، ازاي ان انت تديفيد او ازاي تديفند على لو انت في حل في دماغك، ازاي يعني تقنع اللي قدامك بالحل ده، وازاي برضو لو حد ادالك فيدباك ازاي تستقبل الفيدباك ده وتاخد اكشن عليه. وفعلا يعني الكوميونيكيشن سكيلز واحده من اهم السكيلز اللي ناس كتيره جدا بتتجاهلها، وبس فاكره ان الموضوع تكنيكال بس. لا يعني الكوميونيكيشن سكيلز والبيهيفيرال والاتيتيود بتاعك في الشغل بيفرق كتيره جدا، وده اللي بيفرق من واحد للتاني، ان هو بيبروموت وبياخد فرص اعلى من حد تاني، مش بس علشان تكنيكال كويس ولكن علشان الكوميونيكيشن سكيلز والتيم وركينج سكيلز بتاعته كويسه. فبرضه لو حد عنده مشكله في الكوميونيكيشن سكيلز لازم يظبطها، لازم يتدرب، لازم يعني ما يتكسفش ان هو يتكلم، يحاول، هيلاقي في اخطاء في الاول، مع الوقت مع الفيدباك تبتدي تحسن من نفسك وهكذا. فده بالنسبه يعني للسؤال بتاعك، اتمنى يعني اكون غطيته كويس. السؤال اللي بعده هو الورك روتين في امازون وازاي كانت الانترفيوز. طيب السؤال ده يعني الشق التاني هياخد وقت شوية، بس يعني الورك روتين، انا حاليا بقالي بس شغال شهرين في الشركة، فلما عادة يعني لما حد بيجي جديد بيتحط في الاونبوردنج بلان، والهدف من الاونبوردنج بلان دي ان انت تفهم التكنولوجيز والسيرفيسز التيم ده شغال عليها، السكوب بتاع البروبلم اللي احنا بنحلها، مين الكاستمرز بتوعنا وازاي بنمباكت الكاستمرز دول. فبتقعد فترة كبيرة ان انت تفهم بقى السيرفيسز اللي حواليك، وانت ازاي بتنتجريتوا مع بعض، ايه البروسيس بتاعت الشغل عامل ازاي، الكود ريفيوز، وازاي انت لما بتيجي تاخد تاسك مثلا، وازاي التاسكات دي بتتقسم في التيم، وازاي انت تكومينيكيت بقى وتظبط مع المانجر بتاعك الجول والرود ماب اللي انت بتحطه لنفسك وهو بيساعدك فيه. فدي حاليا
الروتين بتاعي في الشغل. يعني حاليا ابتديت اخش بقيت انفولفد شويه في البروجكتس اللي حاليا شغاله، بس يعني في معظم البدايه مش يعني اكسبكت ان انت بتقعد تتعلم كتير جدا، لان السكوب بيبقى كبير جدا، بيبقى فيه كم تكنولوجيز وسيرفيسز والكومبلكستي بتاع البيزنس بروبلم اللي انت شغال عليها بيبقى يعني ليه ابعاد كتير جدا، فبتقعد فتره ان انت بتحاول تستوعب كم معلومات كبيره جدا وبتحاول تربطها ببعض وبتبقى عارف الدنيا رايحه فين وجايه منين، علشان لما تيجي تتساب كده لوحدك وتشتغل على بروجكت بقى كامل تبقى فاهم بالظبط ايه اللي انت عايز تعمله من غير ما تبتدي. يعني واحده من يعني تحسنك، او يعني كل ما بت بتح كل ما بت يعني ازاي تقيس تحسنك في الشغل، كل ما بقى الاعتمادية على حد تاني يساعدك بتقل، كل ده ما معناه ان انت بتتحسن. ف يعني انا لسه في المرحلة دي، فده الورك روتين بالنسبة لي تعلم، وبرضه بحاول اخد تاسكات وبشتغل عليها. طبعا بالنسبة يعني للتاسكات، انت بتاخد تاسك طبعا بتبقى مسؤول عليها من اول للاخر. طبعا في ليدر شيب مهم جدا في امازون، هو الاونر شيب، اللي انت بتبقى يعني يو تشي في حاجه في ما في كده مثال هو يو تشينج ات يو اون ات، فمسؤول ان انت من اول ما تاخد التاسك اللي تشتغل عليها، مسؤول التستنج بتاعها، مسؤول ان انت تعملها ديبلويمنت وتتاكد ان هي ديبلويد صح، وتقدر وتتابعها بعد ما توصل للبرودكشن وتشوف البيهيفير بتاعها، ولو حصل مشكله ان انت تتدخل وتحلها. فالاونر شيب واحد من البرنسبلز مهمة، وممكن أتكلم بعد كده في الانترفيو بروسيس على واحدة من الليدرشيب برنسبلز دي. ف ده خلاصة الشغل يعني. بس طبعا الحاجة الكويسة جدا اللي أنا مبسوط بيها إن أنا كل يوم بتعلم، كل يوم بستفاد من خبرات الناس اللي موجودة معايا. يعني لا، في كتير قوي الواحد محتاج يتعلمه ويستوعبه واحدة واحدة يعني. ده الخلاصة. الانترفيوز، طيب هتكلم شوية على الانترفيوز. طيب الانترفيوز في أمازون وفي الأغلب يعني هتلاقي في حاجات مشتركة ما بينها كتير وما بين الشركات التانية الكبيرة اللي نفس حجمها يعني والسكوب بتاعها. في البداية أنت بتقدم طبعا السي في بتاعك على أمازون دوت جوبس، شكل أمازون دوت جوبس ولا جوبس دوت أمازون، ممكن تراجعه قريب. بس يعني بتخش تشوف الجوب اوبورتيونيتي المناسبة ليك. أو في حاجة مهمة هنا، أمازون الليفلز بتاعت سوفت وير انجينيرز بتبتدي من ليفل 4، ده البدايه او ده الجونيور او الفريش جرادويت، ده بيبتدي على ليفل 4. وطبعا الناس الاكسبيرينس بتبتدي تخش في ليفلز اعلى، فانت طبعا كفريش جرادويت حاول تدور على سوفت وير ديفلوبمنت انجينير 1 او ليفل 4، او طبعا بيبقى في حاجات محطوطه تحت كاتيجوري الجرادويت سوفت وير ديفلوبمنت انجينير. يعني حتى لو جرادويت برضه تخش على ليفل 4، بس يعني لو انت بالذات لسه خريج جديد ما عندكش اكسبيرينس، خش على دور على الكيوردز دي. طيب امازون بالتحديد الانترفيوز بتاعتها، طبعا بعد ما بتقدم خلاص وعديت السي في فلتريشن، وهيتبعت لك بعد كده اونلاين اسيسمنت. اونلاين اسيسمنت ده بتخش بيتبعت لك تيست في الاغلب على هاكر رانك او حاجه شبه كده، وبتبقى 2 بروبلمز 3 بروبلمز بتحلهم مثلا في مده معينه، بروبلم سولفينج طبعا، ومعاها مثلا حبه ام سي كيو كويستشنز على حاجات بيهيفيرال في شخصيتك انت وكده. وانس عديت الاسسمنت ده بتبتدي بقى المرحله دي، يعني في ناس بتجيلها وناس ما بتجيلهاش، بتعتمد يعني على حسب السيتويشن اللي انت فيه. بس بتخش بقى في حاجه اسمها الفون سكريننج. فون سكريننج هو في الاخر انترفيو عادي، هتخش مع انجينير او مع سوفت وير انجينيرنج مانجر، هيعمل معاك انترفيو مدته ساعه.
نفس الستايل بتاعه. يعني لما المفروض لما تيجي تعدي من الانترفيو ده بتخش بقى للفاينل راوندز اوف انترفيو، ودي بتبقى من 4 لـ5 انترفيوهات ورا بعض في نفس اليوم. وكل الستايل بتاع الانترفيوز بتوعهم دول زي بعض. هقول بقى ازاي الانترفيوز يعني الانترفيوز بتركز على ايه، متقسمه ازاي وهكذا. طيب كل انترفيو من دول مدته ساعه. وامازون الستايل بتاع الانترفيوز بتاعها بيبقى مقسوم نصين، نص بيهيفيورال ونص تكنيكال. خلينا نمسك النص الاول البيهيفيورال. امازون عندها شويه ليدرشيب برينسيبلز، او بعض الشركات التانية بتقول عليها الفاليوز، او يعني اللي هي امازون بتسميها ليدرشيب برينسيبلز. تقدروا تخشوا تسيرش على جوجل تكتبوا امازون ليدرشيب برينسيبلز. هم كانوا 14 برينسيبل، وبعد كده من كام شهر زودوا عليهم 2. المفروض الهدف من الانترفيو او الجزء ده من الاسئله ان هو بيتاكد هل انت عندك ليدرشيب برينسيبلز دي في شخصيتك ولا لا. طريقه الاسئله ان هو بيسالك على مواقف انت مريت بيها في حياتك، بحيث ان هي توضح له قد ايه انت طريقه تفكيرك وكده كانت رايحه ناحيه الليدرشيب برينسيبل ده. فالمفروض ان الناس تبتدي تفهم كل برينسيبل وايه الهدف من البرينسيبل ده، وتبتدي تجهز مواقف على كل برينسيبل. تقعد كده تبرين ستورم وتسترجع الذكريات وتشوف ايه المواقف اللي مريت بيها بتابلاي فيها البرينسيبل ده. وكل موقف لازم بتقوله في فورمات معين، وهو الستار ميثود، اللي هو بتقول الاول السيتويشن والتاسك بالظبط اللي انت كنت شغال عليها او يعني هتشتغل عليها، ايه الاكشن اللي انت اخدته من ناحيتك. وبعد كده لازم تقول الريزلتس الناتجه عن الاكشن اللي انت اخدته عشان توضح كم الامباكت، او فعلا في ريزلتس كانت سواء بالايجاب او سواء بالسلب. هو في حاجه مهمه هنا، هو مش بياخد رايك او مش بياخد وجهه نظرك، على قد ما هو عايز يشوف موقف انت عملته بتلمس فيه ليدرشيب برينسيبل ده. ففي ريسورسز ممكن اشير معاكم لينكات، يعني لو حد حابب يفهم اكتر الليدرشيب برينسيبلز. طبعا في ريسورسز كتير بتتكلم عن الموضوع ده، فمش عايز يعني اكرر الكلام في الموضوع. وفي ريسورسز كويسه جدا ان شاء الله هبعتها لكم لو الناس حابه تراجع منها. فده بالنسبه للليدرشيب برينسيبلز. لازم الناس تجهز للنوع ده من الاسئله كويس جدا، لان انت ما صعب جدا ان انت تفتكر موقف يعني وزين الانترفيو، وصعب ان انت لازم الموقف يتعمل له يعني لما انت تقول في يعني ممكن انا اقول موقف خلاص الموقف ده كويس جدا جدا جدا، بس انت مش عامل له صياغه كويسه، فمش موضح قد ايه ان الموقف ده كويس. على عكس واحد تاني ممكن يقول نفس الموقف، ممكن يعني نفس الموقف، بس هو طريقة الحكاية بتاعته والستوري اللي بيقولها والترتيب الأحداث ومربى الدب ده، وفعلا بيقول الموضوع بشكل شيق للانترفيور بيخليه مستمتع بالكلام، على عكس واحد تاني بيقولها بشكل بطريقة مثلا إيه مش انترستنج للانترفيور او كده. في حاجات طبعا بتقعد تعمل يعني هو بس صعوبتها في التجهيز، ان انت بتفضل بقى اول حاجه تفتكر المواقف، وان انت تبتدي بقى تعمل ريفاينمنت بروسس للمواقف دي. كتبت الموقف تراجع عليه مره، وتحاول تخلي حد تاني بيبص على المواقف دي ويدي لك فيدباك، وتفضل بقى تخش في السايكل دي لحد ما تحاول تظهر الموقف ده باحسن صوره ممكنه، بحيث ان انت فعلا تبين قد ايه الامباكت اللي انت عملته، وان فعلا دي حاجه كانت مهمه. فده بالنسبه للليدرشيب برنسبلز وبالنسبه للبيهيفير. بالنسبه للتكنيكال، التكنيكال انترفيوز بتبقى لو بنتكلم على الاس دي اي 1 او ليفل 4، بنبقى التكنيكال بتتسال في حاجتين. طبعا البروبلم سولفنج، يعني بعض الانترفيوز هتلاقيها طبعا الجزء الثاني من الانترفيو بعد البيهيفير، هتلاقيه طبعا بروبلم سولفنج، بيديك مساله وبتفكروا مع بعض توصلوا لحل وبتكتب كود. طبعا
تكتب اي لغة انت عايزها، مش مجبر ان انت تكتب لغة معينة. والنوع ده من التدريس طبعا لازم تكون عندك البروبلم سولفنج سكيلز كويسة، عملت براكتسنج طبعا كويس لو انت عملت موك انترفيوز قبلها. النوع ده من التدريس. الحاجة التانية اللي بتتسال فيها هي الاوبجكت اورينتد ديزاين، ده بالذات لو انت يعني لو انت زي ما قلت احنا بنتكلم على الليفل 4، فالليفل 4 او الاس دي 1 بيتسال لازم في على الاقل انترفيو منهم هتتسال اوبجكت اورينتد ديزاين، ان انت هيدي لك سيستم بتحاول تفهم وتجذر الريكوايرمنتس بتاعت السيستم ده، وبتحاول تفهم اليوزرز بتوعك وايه السكوب بتاعك، وتفضل بقى يعني دايما النوع ده من الاسئله بيبقى فيها حبه امبيجويتي محترمه، واكسبكت ان انت بقى تفضل تسال اسئله يعني اللي تريزولف الامبيجويتي دي. وبعد كده بقى بتقول بتعمل بقى اوبجكت اورينتد ديزاين، بتطبق فيه الاوبجكت اورينتد برينسيبلز والبيست براكتسز والسوليد برينسيبلز. وطبعا ممكن تحتاج ان انت يعني تبقى حاجه كويسه وانت بتجهز ان انت تلقي نظره على الكومن ديزاين باترنز اللي ممكن تحتاج تستخدم حاجه فيهم، لو طبعا لقيتها يعني لقيت البروبلم محتاجه مثلا تستخدم ديزاين باترن فلاني من فيها، عشان طبعا تبقى مور فليكسيبل واكستندبل ومينتينبل والكلام ده. ولكن ده مش شرط يعني، ده مش شرط، بس يحبذ يعني لو انت عندك فكره على بعض الديزاين باترنز وفعلا لقيت في ديزاين باترن تقدر تطبقه، فدي طبعا بتبقى بيج بلس ليك في النوع ده من الانترفيوز. بس طبعا في نفس الوقت ما تقعدش بقى تتعلم الكام كل ديزاين باترنز في الدنيا وتخش في حلقه مغلقه، لان لا يعني مش الهدف من ديزاين باترنز ان انت تفضل تتعلمهم كلهم، ويعني على الاقل تبقى فاهم ايه يعني ايه ديزاين باترن وتبقى عارف الحاجات الكومون. لكن مش مطالب منك خالص ان انت تبقى مذاكر بقى واللي هو تخش تسمع الديزاين باترنز، لا ممكن اصلا تلاقي البروبلم محتاجه وممكن ما تلاقيهاش محتاجه اصلا، وتلاقي الموضوع سيمبل وتمشي عليه. فدي طبيعه الانترفيوز يعني، سواء تكنيكال او بيهيفيرال. امازون يعني هي البيهيفيرال بتاعها ممكن تكون هي يعني الاثنين مهمين جدا بالنسبه لها، لازم تكون كويس في الاثنين. فما ينفعش ان انت تخش ان انت ضعيف في حاجه على حساب الثانيه وهكذا. اتمنى برضو اكون غطيت الانترفيوز بشكل كافي. السؤال اللي بعد هو، لو انا ريكروتر ايه الخصائص اللي لازم فريش جرادويت علشان اعمله هايرنج؟ الموضوع ده بيديبند من شركه لشركه، من تيم لتيم، حتى وزن نفس الشركه، على حسب التيم ده بيحتاج ايه وكده. وهنا انا ممكن اقول نصيحه، انك لما بتيجي تخش انترفيو بروسيس ما ينفعش تخش الانترفيو عمياني وانت مش عارف بالظبط ايه اللي اكسبكتد منك في الانترفيو ده. فاحد الاخطاء اللي الناس بتعملها هي ان هي ما بتسالش الريكروتر ايه الاكسبكتيشنز في الانترفيو، ايه الحاجات اللي انا هتسال فيها، ايه الحاجات اللي انا المفروض اجهز لها. الكلام ده مهم جدا تعرفه قبل ما تخش الانترفيو. وناس بتتكسف او ناس بتخاف تسال حاجه زي كده، احسن يبان مثلا الريكروتر ان الشخص ده مش جاهز مثلا، ولكن بالعكس هو اصلا مهمه الريكروتر ان هو يجاوب على كل الاسئله اللي من النوع ده، ومتوقع عادي جدا ان انت تسالها، وهو هيبقى حابب يساعدك انك تجهز باحسن صوره ممكنه، لان هو طبعا في مصلحته ان انت تتقبل، فهيساعدك باحسن صوره ممكنه. ولو ده ما حصلش ولقيت ان الريكروتر ما عندوش رد الاسئله دي او هو ما بيردش عليك وهكذا، يبقى في مشكله في الانترفيو بروسيس بتاعت الشركه. فلازم طبعا قبل ما تخش الانترفيو بروسيس تبقى فاهم بالظبط التيم ده، لو انت بتنترفيو مع سبيسيفيك تيم معين لازم تفهم التيم ده بيركز على ايه، ايه طبيعه الانترفيوز اللي بيعملها، هل هو مثلا
بيسأل على التكنولوجي بعينها، فانت تروح تراجع الاساسيات بتاعتها. طيب بيركز على بروبلم سولفينج بس، يبقى خلاص انت عرفت انت هتجهز ازاي، ومش هتضيع وقت في حاجات تانية في الاخر مش هتتسأل فيها. بيسأل مثلا في يعني بروبلم سولفينج مثلا، وبيسأل بقى حاجات بقى في نفس في حاجات بقى في الفاندمنتالز بتاعت الكمبيوتر ساينس، مثلا في النتوركينج، بيزك نتوركينج والاوبريتنج سيستمز والكلام ده. خلاص يبقى انا عرفت بقى، هركز اقسم التجهيز بتاعي شويه بروبلم سولفينج، وشويه اروح اراجع الحاجات التانيه دي الاساسيات، واشوف طبيعه الاسئله اللي ممكن تتسال على النوع ده من التوبكس يعني. فخلاصه يعني في جزء يعني من مسؤوليتك انك تفهم الشركة او الانترفيو اللي انت هتعمل، يعني المرحلة اللي انت داخل عليها دي ايه المتوقع منك بالظبط. طبعا ممكن في الاخر تروح تتكلم مع حد مثلا شغال في الشركة، وتقعد بقى تتكلم معاه مثلا، تقول له ان انا عندي انترفيو مثلا، تنصحني اعمل ايه وهكذا. الكلام ده برضو ممكن تعمله يعني. السؤال اللي بعده: How many problems do I have to solve per day؟ السؤال ده يعني ياما اتسألنا السؤال ده، واحنا كنا بنسأله، وفعلا يعني بعد 8 سنين بقول لك السؤال ده ملوش أي أدنى من الصحة يعني، يعني مش هيفيدك بحاجة، ملوش إجابة. احنا كبشر كل واحد فينا ربنا خلقه بنسبة استيعاب غير التاني، وكل واحد بيبذل مجهود غير التاني، فالموضوع بيرجع لك انت 100% على حسب انت هتقدر توفر وقت من وقتك قد ايه. في ناس بيبقى عندها مشغوليات تانية، فالموضوع انت اللي بتحدده، انت اللي بتقول انا هتدرب مثلا كل يوم ساعة ساعتين. الأهم من العدد، الأهم من الكم، هي الاستمرارية، لأن الـ problem solving skills من الـ skills اللي محتاجة استمرارية. ولو واحد عارف كده زي الجيم، لو اتدربت في الجيم فترة وطلعت عضلات وجامد وجيت بطلت بعدها سنة، هتيجي ترجع تاني مش هتبقى مش قادر تشيل أقل وزن كنت بتشيله ساعتها. على غير واحد كان مواظب على الجيم وبيروح يشيل اوزان خفيفه بس على الاقل كل يوم مثلا بيلعب حاجه بسيطه بحيث ان هو يبقى في الفورمه وكده. فنفس الكلام البروبلم سولفنج، هي يعني لازم طريقه تفكيرك وعقلك يبقى بيتدرب على طول. فحتى لو انت كل يوم ان شاء الله حتى بتحل مساله، ولكن مستمر على ده احسن بكتير جدا ان انت تيجي في يوم مثلا تحل لك 50-60 مسألة وتبطأ قصادها شهر، بعد كده تحل 50-60 مسألة وتبطأ قصادها شهر. ده بيبقى ما فيش يعني، مش هيطلع لك اي اوتبوت يعني. اخر سؤال: لو طالب في اخر في اول سنة ليه في الكلية، ايه نصايحك ليه؟ طيب النصايح هي انك الاربع سنين بتوع الكلية دول، دي زي ما قلت هي اهم فترة في حياتك، بتعتمد عليها حاجات كتير جدا، فما تفوتش لحظة انك تتعلم فيها وتفهم المجال بتاعك كويس، تفهم الكونسبتس وتجرب تخش في مسارات وتحاول تشوف ايه اللي انت حابه، وتاخد فكرة عن المجالات المختلفة. ولكن يعني اهم نصيحة تهتم قوي بالاساسيات، حاول تشارك في مسابقات، حاول تعمل علاقات من المسابقات دي. طبعا الانترنشيبس مهمة، البروجيكتس مهمة جدا يعني. حاول لما تيجي تعمل بروجيكت، اختار البروجيكت اللي حجمه كويس، حجمه كبير شوية، بالذات طبعا لو انت خلاص عديت مرحلة التعلم، يعني التعلم بتاعت الاساسيات. مثلا انت بتعمل بروجيكت مثلا بلغة معينة او فريم ورك معين، وعديت مرحلة التعلم خلاص بقى يعني ما ينفعش، او يعني يفضل في الوقت ده ان انت تبقى تشوف حاجة يعني معقدة شوية، او مش معقدة يعني، السكوب بتاعها والسايز بتاعها كبير. او يا سلام لو في تيم ووركينج بقى في البروجكت ده، وانت اشتغلت مع تيم
ده طبعا بيأد فاليو كبيره جدا وبتتعلم كتير جدا منه، وبيبقى حاجه كويسه جدا في السي في، وبتبقى بتلاقي حاجه كويسه تقعد تتكلم مع الشركه لو انت بتعمل انترفيو، وتقعد تقول طبعا لما يجي يقول لك مثلا حكي لي على البروجكتس اللي انت عاملها، حكينا على البروجكت الفلاني، تبقى لاقي كلام تقوله وانت حاسس بقيمه المجهود والتعب اللي انت عملته، وفعلا كانت حاجه اضافت لك، مش حاجه اللي هو ايه اي حد ممكن يعملها وخلاص. طبعا النصيحه الثانيه هي حاول تاخد فيدباك من ناس كويسه، واختار الناس اللي يعني، لان للاسف في ناس كتير بتقول نصايح حاليا، اي حد حابب يتكلم في اي حاجه بيخش يتكلم، فاختار الناس اللي فعلا ذو ثقه، الناس اللي عندها خبره فعلا، لما تيجي تاخد نصيحه من حد في حاجه معينه يعني، يعني يفضل ان انت تروح تسأل الشخص ده مر بالتجربه دي وفعلا عارف ابعادها، عن شخص تاني هو بيشوف الموضوع من بعيد وما دخلش جوه التجربه، فممكن يديك نصايح بس مش بنفس قوة النصايح الشخص اللي عاش التجربة دي، فهيدي لك بقى يعني، هتاخد منه حاجات كتيرة جدا وتستفاد منه وتستزيد من الخبرة بتاعته. فدي برضو حاجة مهمة، اختار أهل الخبرة يعني لما تيجي تسأل سؤال. بس أتمنى أن أكون فدتكم في الكام دقيقة دول، وأسف على الإطالة. إن شاء الله نتقابل على خير، وإن شاء الله يعني نسمع عنكم كل خير، ونبتدي نشوف شباب أكتر من الكلية في أحسن أماكن في الدنيا، ودي حاجة طبعا نفتخر بيها دايما. ومحدش يتردد لو حد محتاج أي سؤال أي مساعدة، أنا موجود. لو في أي حاجة ابعتولي، أي حاجة أقدر أساعد بيها إن شاء الله مش هتأخر لو في مقدرتي. بس كده، شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.